أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا عارفة الوقت متأخر، ولكن حريصة جدا إنه نساهم ولو بشيء بسيط بأننا نرفع من مستوى البطولات في المملكة، وخاصة في هذه السنة بعد عدة سنوات من المشاركات. لازم نظهر بالصورة إن شاء الله تكون مشرفة. فهذه مبادرة مني، وعلى قدر الإمكان هحاول أشرح شرح مبسط وسريع، ولكن أبغى أوضح شيء مهم، أنه مسؤولية كل متنافس وكل مشارك أنه هو يقرأ الرولز والريجوليشنز ويعرف معايير التقييم بنفسه. اللي أنا قاعدة أقدمه فقط دعم ومساعدة وتوضيحات، وكمان ما أقدر أقدم أي توجيهات. تمام، فبسم الله نبدأ، وحتكون مبنية على الرولز والريجوليشنز حقت 2023. وعندي 3 نصائح مهمة أتمنى أنكم تأخذوها على محمل الجدية. أول شيء، اقرأوا الرولز والريجوليشنز مرة كويس وافهموها وادرسوها، ولو تحتاجوا أحد يترجم لكم هي ممكن تستعينوا بأحد، بس اعرفوا وين الأمور اللي ممكن تسبب في استقصائكم، وين الأمور اللي ممكن تخسركم علامات. ثاني شيء، عندكم نموذج التقييم اللي هو السكور شيتس، هذه موجودة أونلاين، اقرأوها شوفوا على إيش يركز الحكام، وين الوزن الأكبر في النقاط موجود، في أي فئة وفي أي تصنيف من المشروبات، إيش المطلوب من البارستا، وإيش يدور الحكام في الكوب. تمام، آخر شيء، الوقت ثم الوقت ثم الوقت، اعرفوا كم الوقت اللي عندكم، كيف تبدأوا الوقت وكيف تنهوا الوقت، هذا جدا مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، حنبدأ بشرح قوانين بطولة الباريستا اللي حتكون مبنية على القوانين لعام 2023، وستقام في المملكة العربية السعودية بإذن الله هذا الأسبوع. في البداية عندنا الفهرس، عندنا بعض الأمور اللي لازم تطلعوا عليها من اشتراطات، بس اللي يهمني الآن أنا صفحة 11 فيها مختصر ونبذة عن المسابقة والبطولة وكيف طريقتها. فبداية هنا حنشوف أنه عندنا 3 فئات من الحكام، عندنا حكام تذوق وتكنيكال وهيد، فعندنا حكام سنسوري، وعندنا تكنيكال اللي هو تقني، وعندنا الهيد اللي هو رئيس لجنة التحكيم. بعدين عندنا هنا معلومة مهمة، انه حيكون عندنا 3 اصناف من المشروبات اللي تقدم، الاسبرسو، مشروب حليب، وسيجنتشر اللي هو المشروب. كل واحد من هذه الفئات من المشروبات الثلاثة لابد تقدم ل4 حكام تذوق، يعني في النهاية حتقدموا 12 مشروب وخلال 15 دقيقة فقط. تقدروا انكم تقرروا مثلا انه تبدلوا بين الفئات حقت المشروبات عادي، ما في مشكلة، ما في شيء يمنع، يعني ممكن مثلا فئة الإسبرسو تقدم بعد فئة مشروب الحليب أو العكس صحيح، ما في أي مشكلة، ولكن في حالة واحدة، أنه لابد أنه تقدموا ال4 أكواب من الفئة الواحدة بعدين تنتقلوا للفئة اللي بعدها. يعني ما أقدر أقدم 2 إسبرسو لحكمين واثنين مشروب حليب بعدين أعكس، ما ينفع هذا الكلام، لازم ال4 مشروبات من الصنف الواحد. ليش هذه النقطة مهمة؟ لأنه فيها استقصاء أو استبعاد، ولكن عادي ممكن واحد يجهز أو يحضر لمشروب السيجنتشر في أي وقت خلال العرض، ما هي مشكلة. النقطة الثانية المهمة اللي هي طريقة التقييم بالنسبة للحكام، عندنا بروتوكول معين نتبعه، من أول ما تنحط المشروبات على الطاولة قدامنا على طول لازم نقيمها، إلا في حالة أنه المتسابق يبغى أو قدم تعليمات واضحة لطريقة التقييم اللي هو يرغبها أو يفضلها لمشروبه. طبعا لازم نحترم هذا الشيء، بس لابد أنه المتسابق يعطي تعليمات واضحة ويوقتها بطريقة ما تسبب لبس بين الحكام أو تكون بعد ما قدمها بوقت طويل. تمام؟
النقطة اللي بعدها لابد من اتباع وصفة واحدة للأربع أكواب اللي طالعة من كاتيجوري واحد أو من فئة واحدة. يعني كل مشروبات الحليب لازم تتبعوا فيها نفس الوصفة، كل مشروبات الإسبرسو وكذلك السيجنتشر. بس في حالة إنه المتسابق عمدا راح غير الوصفة، يعني مثلا قدمنا 2 إسبرسو بعدين غيرنا الوصفة ل2 إسبرسو الباقية، فمن حق الحكم يعطي له 0 في التيست اكسبيرينس فقط للمشروبات اللي تم تغيير الوصفة فيها عن الوصفة الأصلية. بعدين عندنا هنا food may be served، يعني ممكن تجيبوا أطعمة ولكن الحكام ما راح ياكلوها، أوكي، ممنوع الأكل على الستيج، فقط ممكن يشوفوها، ممكن تعرضوها، ممكن توروهم نوع الزهرة اللي موجودة في الإسبرسو، بس غير كده ما يقدروا يقيموا أي شيء تحطوه غير المشروبات. الهيد جادج، هذه نقطة أهم، في هنا نقطة مهمة كثير يغلطوا فيها ولازم تنتبهوا لها، ما نقدم للهيد جادج أي شيء، لا موية ولا أحد المشروبات. المطلوب منكم فقط 4 أكواب ل4 حكام تذوق. عندنا هنا تعريف الإسبرسو، الإسبرسو هو عبارة عن مشروب 30 ملي أكثر أو أقل بخمسة ملي، يحضر من البن ويتم استخلاصه من أحد جوانب البورتا فلتر اللي هو الدبل، تمام، ويكون الاستخلاص متواصل. فالفكرة إنه إحنا عندنا بورتا فلتر في جانبين، في مخرجين، فالكوب اللي حنقدم لكل حكم استخلاص من هنا واستخلاص من هنا، حكم حكم، مو دبل شوت لكل حكم. كل حكم لازم يحصل على اسبرسو كامل. اذا الشوت اللي تقدم لا يتطابق مع معايير الوصفة اللي شرحناها فهذا بيأثر بشكل كبير وبينعكس على التجربة الحسية للحكم، وبالتالي كمان هينعكس على نموذج التقييم. مسموح للمتسابق انه هو يغير درجة حرارة الجروب هيد، بس كمان لازم تعطوا خبر للمنظمين قبل ما تقرروا بتغيير درجة الحرارة، لانه هم لازم يكون تحت اشرافهم. غير كده انه لما يكون عندكم دبل اسبرسو من كل جروب هيد لابد يكون الوقت الاستخلاص بينهم اقل من 3 ثواني، يعني الاختلاف بين الجروب هيد الأول والثاني لابد يكون 3 ثواني أو أقل عشان ما يأثر على التقييم. لازم الكريمة تكون مغطية سطح الإسبرسو أو حتحصلوا على 0 في هذا المعيار. غير كذا أنه لابد من تقديم الإسبرسو مع ملعقة مناسبة للتحريك، مع مناديل، وكمان ماء غير منكه. إذا ما سويتوا هذا الشيء فهتحصلوا علامات منخفضة في الاتنشن تو ديتيلز أو هو الاهتمام بالتفاصيل. كمان هذه النقطة مهمة ممكن تأثر على علاماتكم، وضع أو خلط أي شيء غير الموية والقهوة في البورتا فلتر ممكن يعرضكم لغرامة، وحتاخدوا 0 في كل فئة الإسبرسو، في كل العلامات في فئة الإسبرسو سواء في التكنيكال أو السنسوري. بالنسبة لتعريف مشروب الحليب، هو مزيج بين سنجل شوت إسبرسو مع طبعا اللي عرفناه قبل شوية، مع حليب مبخر، والهدف أو اللي نبحث عنه كحكام هو مزيج متجانس غني وفي حلاوة الحليب وكمان وضوح الإسبرسو. هذا المطلوب. تقدروا تستخدموا في القوانين الجديدة حليب بقري، حليب حيواني، أو حتى الحليب النباتي، بس أهم شيء أنه يكون هذا الحليب متوفر في الأسواق ويقدر أي أحد يشتريه. ممنوع منعا باتا إضافة أي شيء على السطح زي مثلا سينامون أو منكهات أو ألوان أو أي شيء من هذه الإضافات. في فئة مشروب الحليب لازم نقدم الكوب مع موية
غير منكح وكمان منديل، وإلا كمان حتخسروا نقاط في الاتنشن تو ديتيلز. غير كذا ان اي خلينا ننتقل للسيجنتشر بيفرج او المشروب. السيجنتشر هذا لابد انه يعكس مهارة وابداع الباريستا، انه يقدر يبتكر مشروب جذاب، وكمان يكون هذا المشروب اساسه او محوره هو الاسبرسو. غير كذا لابد أن يكون على هيئة سائل وليس مثلا كريمة أو بودينج أو مزيج أو أي من الأشكال، لابد يكون سائل. غير كذا كل كوب من أكواب الحكام لابد أن يحتوي على شوت، سنجل شوت من الإسبرسو. أي زيادة في السيرفر أو في الوعاء اللي بتقدمه منه هيعتبر زيرو. فإذا ما كان في سنجل إسبرسو كامل في كل كوب من أكواب الحكام الخاصة بالسيجنتشر درينك حتاخذوا الصفر في التيست اكسبيرينس. ايش ندور عليه؟ ماذا نبحث عنه في السيجنتشر درينك؟ اللي هو انه يكون طعم الاسبرسو واضح وصريح، والا حتتاثر او حيتاثر تقييم الحكم للتيست اكسبيرينس. السيجنتشر بيفرج ممكن تقدمه باي درجة حرارة مناسبة للتقييم بشكل فوري، يعني ما يكون مرة حار غير مناسب للتقييم. كمان نقطة مهمة هنا انه يفضل طبعا انه يكون التقييم، عفوا التحضير والتجهيز لكل محتويات السيجنتشر بيفرج على الستيج، الا في حالة انه يتطلب تجهيز مثلا مكون معين اكثر من 24 ساعة، او يتطلب مثلا انكم تغلوه او تحضروه قبلها بوقت، هذا مو مشكلة. بالنسبة لسير البطولة كيف حتكون؟ عندكم 7 دقائق. أول 7 دقائق هذه لما تجيبوا أغراضكم للستيج. بعدين عندكم 15 دقيقة هنا preparation time لما تبدأوا تجهزوا المكان. مثلا ممكن في خلال هذا الوقت انكم تنزلوا شوت اسبرسو تذوقوا تسووا كالبريشن، بس اهم شيء في خلال 15 دقيقة فقط، ولازم تلتزموا بهذا الوقت والا بيأثر على السكور النهائي فانتبهوا. بعدين عندكم 15 دقيقة اللي هو العرض امام الحكام وتقديم المشروبات. بعدين عندنا 7 دقائق اللي هي تنظيف المكان، كلها لازم تتأكدوا انكم تلتزموا بالوقت عشان ما تخسروا على اشياء بسيطة ممكن تتفادوها. بعدين عندكم هنا يقول لكم انه ممكن في اي وقت يطلب منكم معاينة الادوات اللي انتوا جايبينها. هنا يرجعوا يأكدوا انه ممكن تغيروا التمبرتشر او درجة الحرارة حقت الجروب هيد، بس لابد من ابلاغ المنظمين مسبقا عشان يتم التجهيز والترتيب لهذا الموضوع. ممنوع منعا باتا وضع اي سوائل او مكونات فوق الماكينة بغرض مثلا التسخين او التذويب او اي شيء من هذه الاشياء، ممنوع تحطوا شيء على الماكينه غير الاكواب. بعدين عندنا هنا this qualification، اي تغيير تسووه في الطاحونه او في الماكينه غير المسموح فيها حتكونوا عرضة للاستقصاء والاستبعاد. فمثلا ما تقدروا تغيروا التروس حق الطاحونة، ما تقدروا تغيروا الراس حق عصا التبخير. الشيء اللي تقدروا تغيروه درجة الحرارة، والشيء الثاني اللي هو درجة الطحنة فقط. وكمان هنا يقول لكم انه ممكن تجيبوا طاحونتكم الخاصة، بس لازم هذه الطاحونة تكون متطابقة بالموديل بكل شيء للطاحونة اللي موجودة من الرعاة، وأكثر عدد من الطواحين مسموح فيه هو طاحونتين، بس زي ما قلت لازم تكون بالضبط نفس طاحونة رعاة البطولة، أو حتاخذوا الصفر في الستيشن مانجمنت اللي هي موجودة في التكنيكال شيت. بعدين عندكم كمان مسموح لكم جهازين إضافية تبغوا تحطوهم، بس برضو كمان لازم تخبروهم قبل ما تبدأ البطولة، يعني ممكن خلاط اللي هو، بس انه مهم انه ما تكون طاحونة غير طاحونة الرعاة او واحدة شبيهة فيها. هنا تقول القوانين
انه حيكون متوفر على الستيج الاشياء الاساسيه للتحضير، اللي هي ماكينه الاسبريسو، الجرايندر، النوك بوكس، وهذه الاشياء. اي شيء زياده اللي يحتاجه المتسابق للعرض الخاص فيه لابد انه هو يوفره معاه، وكمان لابد انه يعني تعملوا حسابكم لأي كسر، لأي فقدان، أو أي من هذه الأشياء. هنا طبعا في قائمة بالأشياء اللي ممكن تجيبوها معاكم، هي أساسيات أو أشياء خاصة بالعرض. أهم حاجة لا تجيبوا شيء ما له هدف، أو أدوات زايدة ما لها استخدام سواء في العرض أو في البطولة. كمان حضور اللقاء التعريفي إلزامي لكل المتسابقين. عندنا كمان الغرفة اللي حتكون مخصصة للمتسابقين، ترى لها قوانين كمان، وممنوع منعا باتا غير الأشخاص المصرح لهم، يعني ما نقدر نجيب أهلنا، ما نقدر نجيب أصحابنا، ما نقدر نجيب أحد غير شخص له علاقة بالتدريب، مثلا مدربك ممكن عادي تجيبه، المتسابق، المتطوعين، أو الأشخاص المصرح لهم. عدم الالتزام بهذه القوانين كمان هيعرضكم لا سمح الله للاستبعاد، فالتزموا بكل القوانين المطلوبة منكم. بعدين عندنا هنا حيكون لكل متسابق حيخصص له ساعة حتكون مجدولة عشان يتدرب، ولابد من أنه يتأكد بوجوده في خلال الساعة المجدولة، ولا بعدين ممكن يخسر هذه الساعة وما يقدر يحصل عليها مرة ثانية. ممكن كمان المتسابق يجيب الموسيقى الخاصة فيه، بس أهم شيء ما يكون فيها أي كلمات تخدش الحياة، لأن هذا كمان بيأثر على السكور النهائي. وعندنا كمان ضروري انه المتسابق قبل ال7 دقائق حقته اللي حيحضر فيها الطاولة لابد انه يكون قبلها ب60 دقيقة متواجد، فانتبهوا لازم تكونوا متواجدين قبل الوقت المخصص للمنافسة ب60 دقيقة، وإلا ممكن تكونوا عرضة للاستبعاد. كمان هذه نقطة مهمة، أنه ممنوع منعا باتا وضع أي بن في الهوبر، سواء كانت هذه الهوبر متصلة أو منفصلة عن الطاحونة. هذه شيء مهم لازم تنتبهوا له، إلا في وقت اللي هو البريبريشن تايم أو وقت التجهيز اللي هي ال15 دقيقة، يعني أول 7 دقايق اللي تجيبوا أغراضكم على الستيج والمعدات، هذه ما تقدروا تحطوا فيها قهوة في الهوبر. الهوبر تقدروا تعبوه في ال15 دقيقة اللي بعدها اللي هي في البريبريشن تايم. طبعا في الستيج بيكون في ناس تساعد المتسابق عشان يجيب أغراضه ويحمل الأدوات إذا عنده أجهزة، ولكن في نفس الوقت ممنوع منعا باتا يكون أي أحد من أهل المتنافس أو من أصدقائه أو أي أحد حتى الكوتش يكون موجود على الستيج، لأنه هذا كمان ممكن يكون سبب أو يعرض المتنافس للاستقصاء. كمان ممكن يكون في مترجم، ولكن لازم تكونوا منتبهين لأنه المترجم أي الكلام اللي حيقوله المترجم هو اللي حيؤخذ به في التقييم وليس كلام المتسابق، غير كذا ما حينعطى وقت إضافي عشان المترجم. كمان في الستيج حيكون في شخص اللي هو مساعد للبارستا، هذا حيسألك كل شيء كويس، إذا قلت له يس حيمشي ويسيبك، إذا قلت له نو هنا تقول له إيش المشكلة اللي تواجهها. خلال ال7 دقائق الأولى تتأكدوا إنه الأجهزة مشبوكة، كل شيء موجود، الطاحونة في مكانها المناسب، الأدوات، كل هذه الأشياء. وإلا إذا قال لكم المتطوع اللي على الستيج اللي يساعدكم في تحميل الأغراض وتنزيلها، إذا سألكم كل شيء تمام وأنتوا وافقتوا وقلتوا كل شيء تمام، خلاص انتهت الفرصة أنكم تغيروا أي شيء في الأجهزة. بعد كده عندكم 15 دقيقة في التحضير وتجهيز المكان، هنا ما تقدروا تمسكوا أي شيء إلين تبدأوا
يبدأ التوقيت، يعني لازم تقولوا تايم، ترفعوا إيدكم وتقولوا تايم، هنا بيبدأ حسبة الوقت. ومن هذه 15 دقيقة تبدأوا مثلا تبغوا تنزلوا شوت، تبغوا تجهزوا الأشياء، تبغوا ترتبوا الأكواب، هذه أنتم حرين فيها بس التزموا بالوقت. وانتبهوا انه حيكون عندكم عربة تحملوا فيها الادوات والكاسات والاشياء هذه، فاذا نسيت، اذا ما شلتوا كل شيء منها وخلص وقت اللي هو البريبريشن تايم ال 15 دقيقة، ما راح يسمح لكم انكم تروحوا تجيبوا الاغراض من العربة، فانتبهوا من هذا الشيء. تمام. وغير كذا انه وقت البريبريشن يسمح لكم بانكم ترتبوا طاولة الحكام، مسموح لكم انكم كمان تعبوا كاسات الموية الخاصة بالاربع حكام حقون التذوق، وممكن كمان تجربوا الشوتس حقة الاسبرسو، وما في مانع انه تظل كيكة الاسبرسو في داخل البورتا فلتر في بداية المسابقة، وقت المسابقة. كمان وقت البريبريشن ممكن تحموا الأكواب، بس أهم شيء تتأكدوا إنه ما يكون فيه موية بداخل الأكواب لما يبدأ وقت العرض. وكمان ما تقدروا تحطوا فوق الماكينة. عندكم هنا الوقت المخصص للبريبريشن 15 دقيقة، التايم كيبر هيعطيكم تنبيه على 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، دقيقة و30 ثانية. إذا انتهى الوقت راح يقول لكم انتهى الوقت، إذا كملتوا وطنشتوا وما رديتوا عليه بينحسب عليكم هذا الموضوع، وبينعكس بشكل عام على تقييمكم، وراح تنقصوا في السكور النهائي، حيكون في التايم بينالتيز. ضروري يتم تقديم جميع المشروبات على طاولة المحكمين الأربعة، مو في أي طاولة ثانية. غير كذا لابد أنكم إذا عندكم أي تعليمات خاصة بكيفية تنظيف الأكواب بعد التقييم، لابد تعطوا خبر للمتطوع اللي موجود عندكم في الستيج، يعني مثلا متى يشيلوا الأكواب حقت الإسبرسو، هل تبوها تنشال كلها مع الصحون مع الملاعق ولا إيش بالضبط. لازم تعطوا خبر، إذا ما عطيتوا خبر حيمشوا على البروتوكول اللي هو حيشيلوا الكوب حق الإسبرسو مع الملعقة مع الصحن. كمان لازم تلتزموا بالمساحة المخصصة لكم، ممنوع مثلا تجيبوا طاولة زيادة، ممنوع تجيبوا كراسي أو أي شيء من هذه الأشياء، ولا حتكونوا automatic disqualification، يعني فورا حيتم استبعادكم. غير كذا ما تقدروا تجيبوا أشياء من تحت الطاولات، ما تقدروا تخزنوا أشياء تحت الطاولات، هذه كمان من الأشياء اللي ممكن تعرضكم للاستقصاء. وعندنا هنا الوقت اللي قلت لكم عنه، لابد انكم تقولوا تايم، ترفعوا ايدكم وتقولوا تايم لما تبغوا يبدأ وقت العرض، وتقولوا تايم برفع يدكم ايضا لما تبغوا ينتهي الوقت. حيتم حسبة الوقت بناء على اعلانكم للبدء وانتهاء وقت العرض. اي ثانية. وهنا عندكم التفصيل ايش هي عقوبة تعدي ال 15 دقيقة، فكل ثانية متحسب بدرجة واحدة، وبعد ال 16 دقيقة استبعاد. كمان هنا ممنوع انه يتكلم المتسابق مع الحكام بعد ما ينتهي وقت العرض، يعني بعد ما تقول تايم ما تقدر ترجع تتكلم او توصف، ولن يحسب اي شيء يقال بعد انتهاء وقت العرض. كمان هذه نقطة كثير ناس يسووها ويغلطوا فيها، انه مثلا يكون في احد من الجمهور كوتش ولا مدرب ولا أصدقاء يقولوا له شوف انتبه نسيت مثلا الحليب ولا اللي هو، ممنوع منعا باتا تتكلموا مع المتسابق. هذا الكلام أنا أقوله للاثنين، للجمهور وكمان للمتسابق، لأنه ممكن يعرضوا للاستبعاد.
وفي حال لا سمح الله واجهتكم مشاكل تقنية، ممكن تبلغوا الهجج ويتم بناء عليه اتخاذ قرار انه يوقفوا لك الوقت او تكمل. بس اهم شيء تتأكد ان هذه المشكلة التقنية ليست بسبب عدم معرفتك بالاجهزة اللي موجودة في الستيج، او مثلا من سوء تصرف، او عدم قدرتك مثلا على التعامل مع الماكينة، فلا بد يكون فعلا مشكلة تقنية. وأتمنى أنكم ما تنسوا أي شيء. لما توصلوا على الستيج حيكون صعب جدا أنكم تروحوا وتجيبوا الأغراض، لأنه حيحسب من وقتكم. في حال لا سمح الله نسيتوا أي حاجة، ممنوع أحد يسلمكم هي من أصدقاء أو من داعمين أو من مثلا من الجمهور، أو حتى من الناس اللي ساهموا في تدريبكم، أو مدير المحل، أو أيا كان. ممنوع منعا باتا أحد يسلمكم الشيء اللي نسيتوه، ممنوع أحد ينبهكم أنكم نسيتوا شيء، ممنوع أحد يعطيكم هو. فلازم أنتم بنفسكم تروحوا جوا لمنطقة التجهيزات، تاخذوا الأغراض وتجيبوها على الستيج، وحيحسب من وقتكم، ما حيوقفوا الوقت. بعد ما خلصنا القوانين، معلش طولت عليكم بس هي تفاصيل مهمة، حنمشي على نموذج التقييم ومعايير التقييم في السكور شيت، السنسوري سكور شيت اللي هي خاصة بحكام التذوق. أول شيء السؤال، من هو البطل؟ أو عن من نبحث؟ عن شخص عنده متمكن، عنده مهارات التقنية والحرفية ومهارات التواصل والضيافة، وكمان عنده الشغف في هذه المهنة. شخص عنده المعرفة والخلفية الكاملة في علم القهوة، وكمان خارج ال 12، يعني مو محدودة في ال 12 مشروب اللي حيقدمها في البطولة. يعني يوضح لنا ويعكس لنا هذه المعرفة في تقديمه، ولكن مو شرط يستعرضها كاملة. غير كده انه يكون متمكن من تقديم وتجهيز وتحضير مشروبات بجودة عالية. وآخر شيء إنه يكون شخص سفير لمهنة الباريستا، وكمان يكون مصدر إلهام للآخرين. الآن لما نيجي نتكلم عن السكور شيت وطريقة التقييم، إحنا عندنا موازين مختلفة في التقييم، عندنا من 0 إلى 3، وعندنا كمان من 0 إلى 6، وعندنا يس ونو اللي هي 0 و1. نبدأ بالصنف الأول من المشروبات، أو الفئة الأولى من المشروبات اللي هي الإسبرسو. كيف طريقة التقييم؟ هذه أهم شيء عندنا هنا، إنه أول ما حيتقدم الإسبرسو أمام الحكم حياخذ الملعقة المناسبة، وحيبدأ بالتقييم 3 مرات للأمام إلى الخلف، عشان لخلط ومزج المكونات. بعدين على طول حيبدأ بالتقييم، بالتذوق والتقييم. الحكام مطلوب منهم انه ياخذوا على الاقل رشفتين كاملة عشان يقدروا يقيموا الاسبرسو. ونقطة مهمة، انه الحكام لن يسمح انه الحكام يقيموا الاسبرسو من الملعقة، لازم من الكوب نفسه. هنا يقولوا انه مسموح انكم انتوا اذا عندكم تعليمات خاصة لطريقة التقييم اللي حابينها لمشروبكم، تقدروا تعطوها للحكام. وزي ما قلت لكم لازم تكون واضحة، ولازم يكون التوقيت مناسب، وكمان لابد ان تكون قابلة للتطبيق، اوكي، وما يكون فيها تناقض مع اي من القوانين الاخرى، اللي زي ما قلت لكم هنا انه ما نقدر نتذوق الاسبريسو من الملعقة. بس تقدروا مثلا تغيروا، مثلا نحرك 3 مرات، 4 مرات، 10 مرات، بشكل دائري اللي هو. بس انه المهم تلتزموا بهذه الاشياء، وانه تكون واضحة التعاليم. الشيء الاولاني اللي احنا نشوفه في الاسبريسو اللي هو الكريمة، هل هي موجودة او لا على السطح، وبناء عليه نعطي 0 او 1. بعدين نبدأ نقيم على الاكيوريسي اللي هي الدقة في الوصف، هذه بناء على المعلومات. فهنا الحكام حيسمع من الباريستا الوصف، وبناء عليه
حيشوفوا مدى دقة الوصف. فعندنا مثلا لما الفليفرز، الافتر تيست، قوام المشروب، كله هنا حيكون في هذه الخانتين، وبناء عليه حنقيم وحنشوف مدى دقة الوصف. صفر غير دقيق أبدا أو ما تم تزويدنا بأي وصف. واحد يكون هو دقيق ولكن بشكل منخفض. عندنا اثنين نوعا ما دقيق، ثلاثة دقيق جدا. فهذه لازم تنتبهوا لها. بعدين عندنا تيست اكسبيرينس وتاكتال اكسبيرينس، هنا من 0 إلى 6، وهنا الحكم يقيم بناء على تجربته. وطبعا احنا كحكام عندنا ستاندر معين في التقييم عشان نعرف ما هو معيار الكوب اللي فيه جودة. فاحنا كحكام هنا هنقيم بناء على تجربتنا الخاصة للكوب المقدم. وطبعا أكيد إن شاء الله أنه كل الحكام مؤهلين، وعندنا بالإجماع تصور ومعايير خاصة لمواصفات الكوب ذا الجودة، وإيش يعني جودة، وإيش الأشياء اللي نبحث عنها في الكوب. طبعا بيكون في ملاحظات مكتوبة أو تعليقات تساعدكم عشان تعرفوا مثلا ليش ما حصلتوا على سكور كامل، أو ليش مثلا كانت العلامة متوسطة أو غير ذلك. معلش حصل مشكلة تقنية. بالنسبة للفئة الثانية من المشروبات اللي هي مشروب الحليب، أول شيء التقييم هيكون فيجوال يعني على سطح الكوب، لأنه هيكون طبعا في لاتي آرت اللي نبحث عنه، هو التضاد، وضوح الرسمة، نظافة الكوب، الأشياء بسيطة. طبعا إحنا ما قاعدين نتكلم على مسابقة أو بطولة لاتي آرت، بس لابد أن يكون الكوب زي ما هنا الوصف مكتوب visual appeal، فإحنا نبحث عن كوب جذاب. الجزء الثاني أو المعيار الثاني حيكون accuracy of taste descriptors، هو نفس الشيء اللي موجود في الإسبرسو. حنقيم بناء على الوصف اللي حيزودنا فيه الباريستا. الأخير اللي هو taste experience، هذه تجربة الحكم الشخصية للمشروب. البروتوكول المتبع أنه أول ما ينحط الكوب أمام الحكام، أول شيء حيقيموا عليه اللي هو اللاتي آرت، وبعدها حياخذوا رشفة أولى من طرف، والرشفة الثانية لابد أن تكون من الطرف الثاني. إذا البارستا يبغى أنه يقدم تعليمات خاصة ما في مانع، بس لابد أنها تكون واضحة، وأهم شيء أن هي ما تكون مخالفة أو متناقضة مع أي قانون تم إدراجه سابقا. وطبعا إذا كانت التعليمات منطقية ويمكن تطبيقها، الحكام قدر الإمكان حيحاولوا تطبيقها. اللي نبحث عنه في مشروب الحليب أنه يكون مشروب متجانس، مزيج متجانس بين حلاوة الحليب والإسبرسو. كمان حيتم تقييم الفليفر والأفتر تيست، وكيف أنها تدعم توجه القهوة المختصة، وكيف أنه كان الحليب إضافة لهذا النوع من البن، وغير كذا أنه لابد أن يكون في درجة حرارة بحيث تكون مناسبة للتقييم فوراً. بالنسبة للفئة الأخيرة اللي هي مشروب السيجنتشر، برضو حنسمع وصف الباريستا ونقيم بناء عليه مدى دقة الوصف بالتجربة الفعلية. بعدين كمان well explained, introduced and prepared، لابد انه الباريستا حتشوفوها هنا اللي هو 15-3-2، الشرح وتفصيل ايش الاشياء ندور عليها. لابد انه مثلا يشرح تفاصيل المكونات، طريقة التحضير، ليش قاعد يستخدم مثلا هذا النوع من المكونات مع هذه القهوة، تعليمات في التحضير، بايش حتأثر في الطعم، كل هذه اشياء ممكن يقدمها لنا. instructions، تعليمات خاصة كيف نقدر نشرب المشروب، كيف نقدر نقيمه. إذا ما عطانا أي تعليمات خاصة بالتقييم، حيتم تقييمه بناء على وجهة نظر الحكم.
في فئة السيجنتشر تيست اكسبيرينس حيتم فيها تقييم المشروب وكيف القهوة مع المكونات المضافة تتماشى مع بعض، تتجانس مع بعض، وقدر يقدم لنا مثلا مشروب متوازن، وتكون هذه الإضافات فعلا إضافات للتجربة كاملة. في هذا الجزء اللي هو خاص بتقييم الباريستا، أول شيء عندنا attention to details والaccessories available. هنا التقييم على الاهتمام بالتفاصيل. طبعا هيتم التقييم على الأدوات اللي موجودة والأشياء أمام الحكام، هل هي مرتبة، هل هي منظمة، ما هي متسخة، هل موجودة في المكان المناسب، هل لها غاية أو هدف من وجودها هناك أو بس موجودة. كمان برضو حيتم التقييم بناء على وجود الأشياء المهمة الأساسية اللي هي الموية، إذا عبالنا موية في كل فئة من المشروبات، إذا اهتم مثلا بالتفاصيل زي الملعقة وحجم الملعقة، المناديل، كل هذه الأمور. هنا في البرزنتيشن اوكي عن ايش نبحث او عن ايش الاشياء اللي حنقيم على اساسها، اللي هي الباريستا، انه الفكره اللي قدمها من العرض، من وراء العرض، كمان الحداثه في التجديد والحداثة والتطوير في التقنيات اللي استخدمها، في الفكرة اللي قدمها، في المكونات اللي استخدمت في تحضير مثلا سيجنتشر درينك وطرق التحضير. كمان أيضا حيكون في تقييم على مهارات التواصل، طريقة الكلام، هل الأسلوب واضح، ترتيب الكلام، كل هذه الأشياء. أيضا إدارة الوقت والمساحة وخدمة الضيافة. هنا في الجزء هذا اللي هو Coffee Knowledge, Use of Equipment and Space، هنا هذه متعلقة بشكل أساسي بمهنة الباريستا والاحترافية، فهنا حيتم تقييمه بناء على المعلومات اللي قدمها، المعرفة اللي عنده، الخلفية اللي عنده في التحضير، في التقنيات الجديدة اللي في السوق، في مثلا معرفته خارج النطاق ال 12 مشروب اللي قدمه، مثلا عن المزرعة، عن التحميص، عن هذه الأمور، بس طبعا يكون لها علاقة بالعرض. وأيضا يكون في ارتباط بين الأشياء اللي شرحها بين الأشياء اللي قدمها. فالوعد اللي عطانا إياه في بداية البرزنتيشن لابد أنه نحصل عليه. وآخر معيار هنا اللي هو انطباع العام للحكم عن الأداء، عن الباريستا، وعن عن العرض بشكل عام. وبكذا نكون مرينا على القوانين وكمان نموذج التقييم. إن شاء الله يا رب تكون الشروحات كافية ووافية، ويا رب تستفيدوا منها، وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب. وإن شاء الله أحاول الشروحات القادمة قبل البطولة تكون للبروورز كاب، أشرح لكم هي، وكمان أشرح لكم نموذج التقييم الخاص فيها. ونراكم على خير.